السلام عليكم، مساكم الله بالخير. التعب خلنا نودنا نخطوط وشانه، ولا خلنا نطوع مخرج وشانه. كان راكب في الطيارة وساعة هنا في الرياض، ولي خلصت شغلي ساعة هنا عند عيالي، ما فيه محل في البيت ما نسيت فيه فركوني في الصالة في الحوش في المطبخ، وصداع في راسي وعيوني مغرت الشعاع ما أشوف اليوم. الله يسلط على مدري من الخط ولا من الكبر، لا من الخط والله، أنه من الخط والله، والله أنه من الخط. الخط ترى صلب، صلب السيارات هذا ترى مرض. واحد لو أنه قوي، لو أنه في ريعان الشباب، ليه صلب الخط والمواتر هذه؟ بان فيه، بان فيه خلل واجد. آه ركبت يا حول وسلم. والدنيا والنوم وتأخرنا على الإعلانات، بس ما على هنا ملحوق، كل مطرود ملحوق. حتى أنا اليوم عندي إعلان ويفنت في الرياض، فاكين اليوم يفنت في الرياض مسوينه الفيلان. فيلان طبعا كلنا نعرفها، متخصصين في عالم الشوكولات، ناس ذويقة، ناس ما تجيب لك شيء اي كلام. يا حشر حشر تعالوا تعالوا عطني المنتجات تعالوا. فاليوم اقول لكم عندهم اليوم اللي فنت ذا براند جديد، براند كذا ولا غلطة، براند للناس حقين القهوة السوداء والتكييفة ودك تطق بطال عمرك. حياكم الله، أهلا وسهلا بالحلوين، أهلا وسهلا بالفخمين، اجلسوا. بلاش نجيب محتوى إعلان كذا كذا، نخليها أبرحية أبرحية. وش رأيكم أبرحية؟ أبرحية. طيب سؤال يطرح نفسه عليك أنت يا حشر. أنا إيه، أين توجد أفضل مزارع الشوكولات في العالم؟ فنزويلا. حلو، أنت طلعت مثقف عليك. وين توجد أفضل مصانع الشوكولات في العالم؟ سويسرا. يا سلام عليك، يا سلام عليك. نجي عند أحلى واحد وأذكى واحد، وش هو ذا؟ وش هو ذا؟ إيه أشوف طلع فيلان. دقيقة. طيب دقيقة خلاص، أنا بكمل. أنا بكمل. أنت مش فيكم؟ أنا. دقيقة بحر. خلاص ما عاد أبغاكم تشاركون. خلاص ما عاد أبغاكم. قفل على فكرة أنكم تشارك. بحر ما أبغاك تشارك، رجع لي. ليه؟ يعني أنت شاركت ما شاء الله لهط نص العلبة قبل تجي تشارك في الإعلان. خلاص قفلها. خلني أكمل إعلاني. طيب عطني. منت دي هات 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 خلاص خلاص خلاص، لا تعبرون اخوك. لحظه، لا تعبرون اخوكم. هات هات والله بتكلم عن كذا، ما يصح والله العظيم، ما يصح والله، ما يصح خلاص والله. ما برجع الكاميرا على وجهي، راحت الكاميرا انا خلاص. خلاص خلاص يلا يلا ارد علي. خلاص عطني، ما ابغى حسر. انت ايش تبغى؟ عطني اعلن عشان باخذ نسبه. بخنجس 100 ريال. ليه ورد؟ تاخذين فلوس على بوتس؟ على بوتس ورد. منو علمكم الحركات هذه؟ لا 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 يا ابوي. طيب لحظة لحظة، خلنا نرجع الكاميرا. افا يا ورد، تاخذين علي فلوس؟ عطني 100 ريال. ايوه. وانت بتاخذ علي فلوس؟ يا ابوي انا وين؟ لا يا حجر لا لا. ليش شاركت وما شاركت بعد؟ يضرب خلاص خلاص. فيلان غني عن التعريف، وهالمنتج اللي هو ترافلز ولا غلطة باختصار، يجمل. نبغى ناخذ مرئياتكم على السريع عن المنتج وتقييمكم. تفضل يا أستاذة ورد. يا حليم ويا بنات كلس، هذا مثلا إذا جمل صديقاتكم أي شيء يمدستهدم أو تهدير للمس. قاعدين تلعبون أنتم. أيوة كمل معلت. طيب ما علي عادي يفهمون، اختس امس ما علي. خالتك ايوه، خالتك ايوه، عمتك او درس صديقتك تعطيه اياه او تهديه اياه او اي شيء، او جلسه جماعيه انت كلي والله واهلك. اني اخذ تقييمك لترافلز حلو ولا مو حلو؟ حلو حلو، واخذه واعطيهم شيء. يعني عجبك؟ كنا لذيذه. ايش كنا لذيذه؟ ترجمه كانها لذيذ زيها يعني لذيذة حلوة. طيب على العموم مشكورين على مشاركتكم في الإعلان. سلك هاي الأيام دوارة. على العموم المنتج بطل والم... نعم تخسر النص.
الناس اللي حولك، ترى المحتوى الوقت صاير صعب. صح، عشان لا تخسر. ترى نصيحه لوجه الله، وانت لما تبغى تعطيني على كيفك. يلا على كيفك، ما تبغى تعطيني بسرعه. نصيحتك شكرا عليها، وما احتاج اوفرها على نفسك. توفرها على نفسك. نعم يا بحر، نعم يا قلبي، يا حبيبي انت، يا شكشوكة البيت انت. ايش بك حزنت كذا؟ وش في؟ الترافلز اللي بعطيهم قش. والله كل واحد امي تطلب لي اثنين واعطيهم قش. او خمسة. ايه انت عاد عاد انت ما شاء الله ما شاء الله تحب انك تقدم هدايا يا الخروف. قش اقلب وجهك، يلا اقلب وجهك، اقلب وجهك على صفحة خمسة. ما تضحك ما تضحك. ما تضحك. عشرة ولا 11؟ سقها بس. طيب عطني 100 ابعطيهم قشه. يفتح الله يفتح. الله ما قطع جيبك لو ما ادري ايش.